يقول لك معلش يقول لي معلش، يعني لما اشيله وانزل بيه عند مامته يقول لي معلش، اقول يا له لا حبيبي. انت ما تقولش كده، يعني ده واجبي. ما كنتش حاسه ان انا بعمل حاجه بتفضل بيه عليها، فعلا انا كنت حاسه ان انا راضيه وراضيه بالوضع ده وخلاص. بس ده وضع ساعات ناس تقول لك ايه، هي لو قالت انا مش عايزه اكمل مش هنلومها. انا اتطلب مني من مامته من مامته بعد يعني 6 سنين مثلا، قالت لي انا خايفه اكون بظلمك، يعني انتي لو رحنا محكمه هتطلقك. قلت لها وبعد ما اتطلق اعمل ايه؟ قالت لي يعني تعيشي حياتك، انتي ما عشتيش، انتي ما اتجوزتي وحصلت الحادثه وانا خايفه اكون بظلمك. قلت لها طب اعيش حياتي وجوزي عايش، يعني طب ازاي يعني؟ قلت لها انا ارتبطت بيه كانه ابني بالظبط، انا ما بقتش اروح لاي مع انه مكان. برضو العمر يعني ما فيش مثلا عشرة، ما فيش يعني، ده هي سنة سنة ونص، وتسع شهور بس احنا، يعني ما لحقناش ايه يبقى في بينا البوند او لا بس احنا الرابط كان في الرهيب. بينا قصة حب كبيرة قبل الجواز، كان كل العيلة عارفاها، يعني احنا كنا مرتبطين ببعض قبل يعني الجواز. عايزة يعني برضو ساعات الواحد يتعب ساعات كانت بتجيلي يزهق. لحظات ان انا بتعب ومثلا بقعد اعيط بيني وبين نفسي بس لا ان انا بس هسيبه، لا دي الفكرة دي مش واردة، ما لا وردتش خالص خالص انك خالص، تقولي مش قادرة، لا انا تعبت، لا لا خلصني يا رب، الحاجات دي ما لا لا فيش. لا خالص. كنت راضية ببقى لغاية زعلانة على ان هو نايم، يعني ان هو شاب ونايم ومعاش حياته ومعاش شبابه، يا بس حبيبي. بعد كده بدأت ان انا اعيش انا وهو حياتنا كأنها طبيعية. نصحى الصبح اقول له تفطر ايه، عايز تاكل ايه النهاردة، كل حاجة اشاوره فيها كأنه هو معايا كان بيعرف وجنبي، يرد ولا حاجات بسيطة. انا كنت بعرف، انا الوحيدة اللي بعرف الكلام بتاعه، يعني زي البيبي يا روح ابنك لما قلبي. بيبقى بيتكلم يقول لك تعالي ترجمي، فانا كنت كده يعني افهم الكلام بتاعه. كم سنة بتشيلي على ظهرك وتنزلي وتطلعي؟ احنا من بعد ما رجعنا البيت بعد سنة، انا كنت برضو في المستشفى انا اللي بعمل له كل حاجة، ما كنتش خلي التمريض يعمل له اي حاجة، لغاية الدكتور ما قال لي انت يا بنتي بتعملي كل حاجة والتمريض ما بيعملش حاجة، روحي البيت. انا كنت بقول له يعني انا خايفه اروح البيت تحصل حاجه، لانه كان المخ بيدي اشارات غلط، يسخن يبقى 40 درجه ينزل العنايه المركزه. فقال لي لا انت المسافه بينك وبين المستشفى قريبه، اول ما تتصلي بالتليفون هتلاقيني واقف لك عند باب المستشفى، روحي بيه البيت احسن. طيب وبعد كده 14 سنة، وبعد كده هو توفى. توفى من غير اي حاجه، هو كنا كل 3 شهور بنعمل له تشيك اب على جسمه كله وتحاليل، وفي رعايه كامله متكامله في البيت، كل يوم بيستحمى كريمات برفانات كل لا حاجه لا كل حاجه. الدكتور كان بيدخل المستشفى يقول لي انظف مريض يا روح قلبي غيبوبه، الناس على رجليها مش نظيفه زيه، يا روح قلبي يا 14 سنه ما بنتي عندوش قرحه فراش واحده، بجد. مفيش طب ازاي؟ عشان نهائي. بتقوميه؟ بقومه وتدليك جسمه بكريمات وكل يوم حموم كل يوم انا مش معقول يا بنتي. لدرجة ان انا مرة انا وبحميه اتزحلق مني، انا وقعت تحته وهو وقع فوقي، رجلي اتكسرت، جالي قطع في الرباط الصليبي وعملت جبس اسطواني لغاية فوق خالص كده، وكنت برضو بقوم انط على رجل واحدة وادخل احميه، عشان هو بعد كام سنة لما فاق بقى يتكسف من اخته ان تدخل معاه الحمام. يا قلبي بقى فاهم. فكنت انا ادخل احميه واستره وكده وهي تدخل تطلعه. يا حبيبة قلبي يا بنتي. وبعدين يعني بعد كده يوم الوفاة بتاعته كان يوم جمعة، ايه اللي حصل كنت بقى؟ محمية، بنصحى الصبح يخش الحمام ويحلق ويلبس نظيف علشان بيصلي مع التلفزيون، صلى هو مع بيصلي؟ بيصلي الوقت بوقته، والصيام الصيام رمضان الدكتور كان بيقول لي ممنوع ان هو يصوم، كان انا وبحط له الاكل ساعة الفجر يطلعه من بقه ويودي وشه ناحية الحيطة، خلاص انا خلاص الاذان اذن خلاص وبيصلي ازاي؟ الوقت بوقته، هو فاهم، بوضيه فاهم بالبخاخة انه عليه صلاة، اهلي وفاهم انه مسلم، كل وفاهم. حاجة. طب والقرآن والحاجات دي بيعرف يقرأ هو او في سره يعني كان يعرف؟ الاول خالص بعد ما فاق شوية كان بيقول لي علميني، هو يعني كان بيقرأ يقول لي كده ويكتب طبعا كل حاجة، طبعا. متعلم. بعد كده بقى يقول لي علميني الصلاة، يا كنت حبيب اقول له انت قلبي. عارف انت بتعرف تصلي، يقول لي علميني الصلاة، اقول له تعمل كده تعمل كده تعمل كده، خلاص بقى تعمل كده قبل وهو قاعد الاذان يعني، هو هو نايم. نايم هو يا نايم. حبيب قلبي يا ابني. بقيت اول ما الاذان يأذن اوضيه بالبخاخة ويصلي.
على طول. في يوم الجمعة يصلي مع التلفزيون جماعة، التراويح يصلي التراويح في رمضان مع التلفزيون يا برضه، روح قلبي يا ابني، وفي العيد كنت انزله بقى يصلي صلاة العيد مع الناس على على كرسي. كرسي، ما شاء انا الله. واخوه ننزله ونروح بيه المكان اللي بنصلي فيه العيد ويصلي معانا العيد. وبعدين يوم الوفاة بقى ايه يوم اللي حصل؟ الوفاة كان يعني خد الدش بتاعه وفطرنا مع بعض، وبعد كده عز بيبقى عنده درس، عز كان عنده كام عز سنة؟ كان في اولى اعدادي، يا روح قلب أختي كان النور. عنده درس وانا بروح اوديه الدرس واستناه وارجعه، وفي الفترة تسيبيه لا جوزك في بنزله البيت تحت عند عند مامته، مامته. عند مامته بنزله تشيليه تحت اشيله وتنزليه. وانزله. قبل ما اروح الدرس قال لي انا جعان، قلت له طب ممكن تاكل عند ماما يعني، بس رحت لغايه المطبخ وقلت هو كان في الفتره الاخيره دي ياكل ويقول انا عايز اكل، يعني كان بينسى خالص كل حاجه، ما كناش عارفين ايه السبب في الحته دي، بس الله اعلم. يشرب شاي ويقول انا انتوا ما شربتش عايز شاي تاني، فكان لسه واكل وقال لي عايز اكل، فقلت له انت لسه واكل لما تنزل تحت هتاكل، قال لي لا جعان، فانا قلت يعني حرام ممكن يكون جعان فعلا، عملت له الاكل وانا باكله، لقيته خلاص في اخر معلقه في الاكل خلاص بقه اتقفل، وانا فاكراه ان هو شرق مني او حاجه، فبحاول ادخل ايدي عشان اطلع الاكل، ما فيش، بقه اتقفل وتقل قوي ومش عارفه احركه من على السرير، ندهت على عز كان بيذاكر ابنك. جه يجري، بحاول يسنده معايا مش قادر، بيقول لي ماما مش قادر مش قادر، قلت له انزل النادي نادي ستك بسرعه، طلعت قعدت على السرير ومش عارفه تعمل له ايه، قعدت اقول لهم يعني حد يعمل له حاجه، انا مش عارفه اعمل له حاجه، يعني تقل قوي عليا ومفيش نفس ومفيش، سبحانك يا رب. يجيبوا ميه عايزين مفيش حاجه بتعدي، كله بيطلع بره. جه ابن خالته خده ونزل بيه على المستشفى جنبنا، الدكتور كان معدي، فنزلت من العربيه بسرعه بقول له الدكتور معدي بره المستشفى، فبقول له تعالى شوفه بيعمل بالسماعه، قال لي ده متوفي، قلت له لا هو في حاله غيبوبه وبتجيله غيبوبه، يعني هو ليه 14 سنه هو الحاله بتاعته كده وما بيتكلمش، ممكن يكون غيبوبه، دخله المستشفى، قال لي ما ينفعش ادخله هو متوفي، ما ينفعش يدخل، لو دخل هيعملوا لك حوار ومش هيطلعوه دلوقتي، فانت احسن روحي البيت. فابن خالته قال لي اطلعي اطلعي، يعني لو احنا نروح البيت ونجيب له دكتور هناك، جبنا دكتور في البيت قال لكم قال متوفي. متوفي برضو، ما اقتنعتش وقلت لهم لا، رحنا جايبين دكتور تاني قال متوفي برضو، اخر حاجه بعد ساعه عدت ساعه على الوفاه جه الدكتور الرابع قال يا جماعه علامات الوفاه ظهرت خلاص وهو متوفي، يعني احنا مش قادرين نصدق ان هو يعني ان هو كده، يعني كنا فاكرين ان كلام الدكاتره بقى بيقولوا ان الاجهزه بتاعته هتقف واحده واحده، فكنتش هنبدا متخيله انه هيبقى فيه ان بس احنا مثلا تمهيد، انما ما كانش فيه تمهيد، انما ما كان كانش في اي حاجه ومفيش اي سبحانك يا جهاز في رب. جسمه وقف، ومفيش سكر ضغط كل حاجه سليمه، مفيش اي حاجه خالص، مات عنده كام سنه؟ عنده 36. يا حبيبي، يعني 14 سنه، يعني هو انتوا هو متجوزين احنا احنا متجوزين، انا كان عندي هو كان عنده 25 وانا كان عندي 23. يا سبحان الله. طيب